وزير الصحة يعقد اجتماعا بممثل العيادات الخاصة لتشخيص وضعية القطاع الخاص والبحث عن آلية لتطوير أداء قطاع الصحة العمومية انطلاق حملة واسعة لتنظيف شواطئ نوالبو وأماكن تفريغ ومعالجة الأسماك في ذروة موسم الصيد الجاري انطلاق قوافل تحمل الاساتذه والمعلمين المتخرجين هذه السنه الى اماكن عملهم بالولايات الداخليه طيب الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام استقبل رئيس الجمعيه الوطنيه سيد الشيخ والباي اليوم بمكتبه سفير المملكه العربيه السعوديه لدى موريتانيا سعاده هزاع بن زينب الضاوي المطيري تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمه بين البلدين وسبل تعزيز هذه العلاقات خدمة خدمه للمصالح المشتركه. كما استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ والباي اليوم بمكتبه سفير جمهورية السنغال لدى موريتانيا سعادة السيد ماما دوتال بحث الجانبان اوجه التعاون بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على التعاون في المجال البرلماني واعرض رئيس الجمع او اعرب رئيس الجمعيه الوطنيه خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين موريتانيا والسنغال مبرزا ضروره تفعيلها في مختلف المجالات خدمه للمصالح المشتركه وبدوره أكد السفير السنغالي على ضرورة تعزيز التعاون ليشمل مختلف المجالات، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي يمكن أن يطلع به التعاون البرلماني باعتباره أداة لتعزيز علاقات التعاون علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومه ووزراء الشؤون الخارجيه والتعاون والموريتانيين في الخارج والصحه والتنميه الريفيه والوظيفه العموميه والعمل وعصرنه الاداره والتجهيز والنقل والثقافه والصناعه التقليديه والعلاقات مع البرلمان علقوا مساء امس في مؤتمر صحفي بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ملخص للمؤتمر الصحفي مع باهو العمر جوده. شكل المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومه مناسبه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومه دكتور سيدي ولسالم اوضح خلالها ان الحكومه درست وصادقت على عديد المشاريع والبيانات. طالت قطاع الشؤون الخارجية والتعاون والصحة والتنمية الريفية والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والتجهيز والنقل والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان البيان المتضمن مشاركة رئيس الجمهورية في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسلسلة اللقاءات التي أجرها على هامش الدورة استعرضهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أنا قدمت اليوم ورقة عن مشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كما تعلمون في شهر سبتمبر وبدوره استعرض وزير الصحة ملامح البيان المتعلق بالتأمين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية البيان يعني كان هدفه أن نقدم استراتيجية شلاه نعدل كان نقدر نوفر هذه الحالة نوفر أدوية جيدة بأسعار مخافضة للمواطنين وهذه استراتيجية تهدف أساسا إلى اعتماد نظام يتم من خلاله تجميع كافة الطلبات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية ومركزتها وعرضها على مجموعة من الموردين تم انتقائهم بطريقة أولية على أساس جودة موادهم وكذا الخدمات التي يقدمونها. وحول البيان المتعلق بمحاول التدخل في القطاع الريفي والخطة الخمسية الخاصة به، قال وزير التنمية الريفية: دور لا ينطّل زراعة رعوية، دور لا ينطّل تنمية الحيوانية لعادة تشارك ب 20% بالدخل من التي اي بي واللي عنده دور مهم اه... الاستصلاح الترابي بصفه عامه اللي منه ال... ال... الفلوف واللي منه غيره اه... تمويل مناسب يتماشى مع النشاط الرعوي والتنموي وحول البيان المتعلق بقانون الشغل وضح وزير الوظيفه العموميه والعمل وعصرنه الاداره السيد كامرا سالم محمد أن إعادة بناء الإطار القانوني للتشغيل تعد مسألة مهمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن منظومة الشغل أنشئت سنة 2004 وعانت خلال تطبيقها من عوائق كبيرة، مما استدعى إعادة تأهيل قانون للشغل حتى يتلائم مع المتطلبات. وبدوره استعرض وزير التجهيز والنقل البيان المتعلق بالخطة الخمسية لقطاع التجهيز والنقل. هذه الإجراءات هي تشييد طرق جديده، اعاده تاهيل الطرق الموجوده وترميمها، تحسين السلامه الطرقيه، الاصلاح المؤسسي والقانوني للاطار العام للنقل، تطوير الشبكات لتعزيز التبادل البيني مع الدول دول شبه المنطقه ودول المنطقه، تطوير شركه النقل العمومي لتحسين جوده خدماتها وتوسعتها، بناء شبكه طرق حضريه وحل اشكاليه النقل الحضري البيان المتعلق بتنظيم أيام وطنية للصناعة التقليدية كان مجال عرض وتعليق من لدن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان. إن تظاهرة ظاهرة ثقافية ودعائية وتجارية في نفس الوقت للصناعة التقليدية على المستوى الوطني سيشكل رافعة قوية لديناميكية القطاع وحيويته عبر منح الصناع التقليديين فرصة لعرض منتوجاتهم والتعريف بها. والترويج لها كما ستشكل تلك التظاهرة مناسبة لتلاقي الصناع التقليديين من مختلف ولايات الوطن وفي رده على سؤال متعلق بمطالبة أعداد من الحاصلين على البكالوريا التسجيل في الجامعة رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نسبة النجاح في البكالوريا اللي مخفضها هذا المترشح الحري لأن عندكم 30 ألف ترميدي منتظم بين وعندكم عشرين الف جايه من, من من الشوارع ما نعرف تاريخها شنو تاريخها التعليمي شي جاي نمارس شي معلمين شي موظفين شي في البوليس شي كذا وهذا هو اللي خفض نسبه النمو لانكم <applause> عدد الناجحين 7000 على 50000 لا لو كانت مقسمه على 30000 عود نسبه النمو نضربها اثنين نسبه النجاح البكالوريا اللي مخفضها هاي الفوضى في التنظيم على كل حال هذا لا يعود من اولويات اصلاح التعليم التعليم العالي ما يقدر يصلح الا مصلحه اللي جاي من عنده. ولين يجيكم تلميذ عنده البكالوريا ما يقدر يكتب اسمه ما نعرف بسم الله ترى. كان هذا الهدف منه خسروا التعليم العالي لان عندنا ازمه متينة في التعليم الاساسي في التعليم الاعدادي. ولذا خسروا التعليم الاعدادي لا ما مانيش كذا اذا هذه امور كل حد حتى الطلاب اللي يجوا ما يتخطاوا عشره بهم اللي يعرفوا عن عندهم اولويات اخرى وعندهم مهام اخرى يقراوا جامعات حره خارجه الدوله عندها اولويات تقري التلاميذ اللي في السن والدبذل فيه مجهود حد تخطى السن يعطي على تخطى السن في اخرى في في السن يرتفع اكثر وهذا هو المنطق وهذا هو الخارج في العالم فر. عقد وزير الصحة الدكتور محمد نذير حامد مساء أمس بمقر الصندوق الوطني للتأمين الصحي اجتماعا ضم ممثلي المصحات الخاصة حاول الاجتماع تشخيص وضعيه القطاع الخاص في مجال الصحه والمشاكل المطروحه له والبحث عن الحلول الممكنه. كما تطرق الاجتماع لنقاش السبل الكفيله بالرفع من مستوى الصحه في البلاد بشكل عام. ضمن مساعي وزاره الصحه الراميه الى تشخيص وضعيه القطاع الصحي الخاص والوقوف على المشاكل الملحه المطروحه له. ونقاش الحلول الممكنة لتلك المشاكل بشكل معمق وجاد حتى يلعب هذا القطاع المكمل للقطاع الصحي العام الدورة المحورية المنوط به في صحة المواطن وجودة الأدوية المقدمة له يأتي هذا الاجتماع الذي استضافته قاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر المركزي للصندوق الوطني للتأمين الصحي المعروف اختصارا بكنام الاجتماع الذي جمع وزير الصحة بعدد من ممثلي المصحات الخاصة تم خلاله نقاش السبل الكفيلة بالرفع من مستوى أداء القطاع الصحي بشقيه العام والخاص نحن ما نعتبر فمات قطاع الصحة عمومي وقطاع الصحة خصوصي وقطاع واحد بجانبين متكاملين وهذا مهم عندنا مهم عندنا التشاور على مشاكل الصحة مهم عندنا التعاون على حل مشاكل الصحه. مهم عندنا نحن فلنداوو نفس المواطنين باختيارهم وحدين يقيسوا مؤسسات العموميه وحدين يقيسوا مؤسسات خصوصية ولا ينجح قطاع الصحه لا انهار اللي هذه الخدمات الصحيه بجوده عاليه في القطاع العام والقطاع الخاص وفي متناول الموريتانيين في القطاع العام وفي القطاع الخاص. وهذا هو اللي نهدفه ان شاء الله ولين يقدموا شورو وراجعين بالعجله ولا معنا في ان شاء الله تعالى. خلال الاجتماع ركزت المداخلات على تضمين سنه التشاور مع كل الفاعلين في المجال الصحي مؤكده ان نجاح هذا القطاع مرتبط بجوده الخدمات في القطاعين العام والخاص وجعلها في متناول المواطن الذي هو محور اهتمام الاستراتيجيات الصحيه المعده من الجانبين انطلقت صباح اليوم في مدينه واديبو حمله موسعه لتنظيف الشواطئ واماكن التفريغ ومعالجه الاسماك منظمه من طرف سلطه منطقه واديبو الحره وبمشاركه عدد من القطاعات والهيئات والفاعلين غير الحكوميين ويدخل تنظيم هذه الحمله في اطار الجهود المبذوله في مجال البيئه البحريه وحمايه الشواطئ من التلوث بمشاركة سلطة منطقة وادي الحرة ومختلف المصالح والإدارات التابعة لقطاع صيد والاقتصاد البحري والسلطات الإدارية والأمنية والفاعلين في مجال الصيد وهيئات المجتمع المدني انطلقت حملة تنظيف الشواطئ والمناطق الصناعية نقطة البداية كانت من موقع تركة القريب من ميناء خليج الراحة وهو موقع يعرف تواجد مئات الصيادين التقليديين وأصحاب المهن المختلفة نشاط ينتج عنه الكثير من مخلفات القمامة والأوساخ وظارك قائمة المنطقة الحرة بحملة ضد هاي الأوساخ ومعها المجتمع المدني ومعها جميع السلطات الموجودة على مستوى ولاية داخل تنواذيبو وجميع الفاعلين تعود رواية عملية حقيقية وتعود موجودة ومداومة ولا تعود لا انطلاقة يا مستمر كل مرة يعود مستمر في العمل جايين للنظافة ولا ينتموا مداومين النظافة في مدينة تنواذيبو متطوعين فيها وندور قيورين على هذه المدينة عاد تمسخة ندور نعودو مداومين في <applause> ذي النظافة. وين هذه في مثلا السقلة زي ولا يسقلة نهار والله هنا تعود للأقل صقلة شهرين الله لا وحنا قابلين نشاركوا في الصقلة بكل صيفة يسوي يشين مع التحسيس اللي نعدل وتسعى هذه الحملة إلى إزالة القمامة عن جميع النقاط الواقعة على الشاطئ إضافة إلى أماكن تفريق المنتوج السمكي وذلك ضمن جهود تهدف إلى التقلب على نواقص الملاحظة خاصة في مجال نظافة نحن كما تعرفوا نستوردوا السمك شور الخارج ياك يقدوا يستورد ياك يعود نظم صحية تعود معتبرة ولذلك جانا وزير وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد ناني والشروقة يدعمنا في هذه العملية ونشكره ونشكر مولي السلطات الإدارية والأمنية اللي دعمتنا في الجهة وشاكني مولي شاكني مدينة نواذب ودعمهم لنا وتستمر حملة تنظيف الشواطئ وأماكن التفريق ومعالجة الأسماك على مدى ثلاثة أيام وينتظر أن تغير وجه المواقع الصناعية في نواذب بما يدعم تطوير الإنتاج الوطني من الأسماك ونبقى في نوادي بو حيث أدى وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور طالب السيدي أحمد اليوم زيارة تفقد واطلاع لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه في المدينة وشملت زيارة دار الشباب والملعب البلدي والوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وغيرها من المنشآت أولويات الشباب في مجال التشغيل ودمجه في الحياة النشطة على مستوى مدينة واديبو تصدر اللقاء الذي جمع وزير التشغيل والشباب والرياضة الدكتور الطالب أرسل أحمد مع الأندية والروابط والجمعيات الشبابية الناشطة ضمن جولة التفقد والاطلاع للمدينة البحرية وتطرق المتدخلون خلال هذا الاجتماع الى ضروره منح العنايه المطلوبه لهذه القوه العدديه التي تعرف اوضاعا وتحديات صعبه في مدينه واديبو. بدوره عمده مدينه واديبو السيد القاسم البلالي استعرض الانشغالات التي يطرحها الشباب فيما يتعلق بالتوظيف وتوقيع عقود العمل ومنح العنايه اللازمه لذوي الاحتياجات الخاصه. وفي ردوده جدد وزير التشغيل والشباب والرياضة التزام الحكومة فيما يتعلق بخلق فرص العمل والاهتمام بالفئات الشبابية معلنا بهذه المناسبة عن خارطة طريق تعنى بتفعيل المرتنة وتعزيز فرص العمل على مستوى العاصمة الاقتصادية بعد ذلك عقد الوزير رفقة السلطات الإدارية ورئيس سلطة منطقة وذب الحرة اجتماعا موسعا مع الفاعلين والمستثمرين في إقليم المنطقة الحرة وخصص اللقاء لبحث السبل والاليات الكفيله بتنظيم سوق العمل ليكون في صالح امتصاص اعداد العاصرين عن العمل بالمدينه التي تحولت منذ ست سنوات الى قطب استثماري. ما يخص المنطقه الحره منذ انشائها تم خلق على ما يعد حوالي 2000 فرصه عمل مباشره ومنها اكثر من 80000 فرصه عمل غير مباشره. ومن اهم الشروط إنشاء أنا لحد يبقى يعود في المنطقه الحره لا بد من شق العلاقات ستروجيش معنا نحن في كامل الاستعداد مع المعنيين بالقضيه دونك الفاعلين في القطاع ياك نحاولوا نساعدهم اللي قدوا يعدلوا ياك يوفروا اكثر من فرص عمل وخلال هذه المحطه طالب المتدخلون بازاله جمله من التحديات تتعلق بتحسين ظروف الاستثمار وتشجيع مناخ الاعمال داخل مدينه واديبو كان من هدفه هو الشاور مع القطاع الخاص خاصه في مدينه واديبو فيما يتعلق سياسه تشغيل الحكومه شرحتهم الملامح العريضة الخطط العريضة فيما يتعلق سياسة التشغيل وكنت نختار خاصة أن نسمع منهم استعدادهم لمواكبة الحكومة في تطبيق هذا البرنامج الطموح اللي هو التشغيل والحمد لله مستعدين مستعدين انهم يعاونونا في في, 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 في هذا, في هذا المجال و والله مرتاح حتى لان به عندهم ان شاء الله تبارك الله مشاريع الخلق يسر من الفرص يغلب في نفس الوقت مولي طرحوا لنا بعض العقبات المشاكل بشرتهم بان الدوله مستعده لانها في الاسابيع المقبله لانها تشاور معاهم حول الاليات الكفيله فيها كنا نتقلبوا له بعض من المشاكل اللي تحد من دون ترقية التشغيل وفي منح هذه صلة قام الوزير رفقه الوفد المرافق له بزياره احد المصانع الذي يقوم بصناعه دقيق وزيت السمك حيث يوفر ما يزيد على 300 فرصه عمل مباشره وغير مباشره. الوكاله الوطنيه لترقيه وتشغيل الشباب على المستوى المحلي بالحنفيه الثالثه شكلت محطه من زياره الوزير والوفد المرافق له. وفي عين المكان قدمت له شروح من القيمين تتعلق بالمهام الموكل لها في تسهيل وتيسير ولوج الشباب إلى سوق العمل من خلال نظام الشباك الموحد الذي يوفر قاعدة معلومات تمكن الشباب من الحصول على التمويل والتأطير وفرص التشغيل على مستوى المدينة الشاطئية. انطلقت اليوم من مباني مدرسه تكوين المعلمين بنواكشوط قوافل تحمل الاساتذه والمعلمين المتخرجين هذه السنه الى اماكن عملهم بالولايات الداخليه. وقد استخدمت او استخدمت في هذه العمليه لهذا العام عشرات الحافلات تقل 712 مدرسا موزعين ما بين 200 استاذ و500 و12 معلما. المدرس حشر الزاوية في العملية التربوية، اذ يشكل استعداده للعمل والعطاء نقطة مضية نحو تعليم ناجح وفعال. في هذا الإطار تأتي عملية نقل خريج مدرسة تكوين المعلمين والمدرسة العليا للتعليم نحو ولايات الداخل لمباشرة رسالتهم النبيلة. نحن اليوم مستعدين للانطلاق نحو الداخل. في هذه الدفعه الدفعات آه، هذه الدفعه اليوم شهدت آه، تحضير جيد من ناحيه التحضير الساعه السابعة تجهيزات حكمنا آه، مكتمله تم تحويل الى ولايه البراكنه آه، والان تم استقبالنا في مباني آه، المدرسه الوطنيه لتكوين المعلمين بنواكشوط آه، ظروف نقلنات ولله الحمد ظروف جيده كما تشاهدون كل واحد الحمد لله تم نقله الظروف تجري على ما يرام معلمين الخريجين كلهم حاضرون حضور مستمر جميع المعلمين هنا في ظروف جيدة وأحوال كذلك جيدة جدا وطاس كذلك على ما يرام نحن الآن في طريقنا إلى السريبابي ولاية قديماغا نرجو من الله تعالى أن ييسر لنا مشوارنا الذي نحن بصدده إن شاء الله وستقسم عناصر هذه الدفعة من المدرسين الجدد على مختلف المناطق داخل البلاد للمساهمة الفاعلة في بناء الأجيال كان الإشتراك اليوم أن نحضر باسم وزير التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني وباسم وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني لانطلاق حمل والانطلاق نقل الخريجين هذا العام المدرسة العليا البالغ عددهم مئتي أستاذ والمدارس تكوين المعلمين البالغ عددهم 512 معلم منذ الصباح الباكر تجمع هؤلاء من اساتذه ومعلمين حاملين معهم ما يحتاجونه من متاع وزاد وبعد ان اخذوا اماكنهم في الباصات المخصصه لنقلهم هذا العام توجهوا شطر اماكن عملهم ليبثوا العلم في قلوب الرجال ويساهمون في خلق جيل متعلم قادر على المساهمه في انماء الوطن وتطويره من انباء الغيث افادت شبكه الاتصال الاداري بوزاره الداخليه واللامركزيه ان مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعه الماضيه تساقط كميات من الامطار على مناطق متفرقه من البلاد وذلك على النحو التالي لنا مشاهدينا الكرام ندعوكم لمتابعة نشرة اللجنة المكلفة بأعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير طواري حول الأوضاع في مختلف أنحاء الوطن تتجدد الخسائر جراء التساقطات المطرية وما يصاحبها من عواصف حيث عرفت بلدية برحلات التابعة لمقاطعة بركيول في ولاية العصابة سقوط 36 عريشا و بيوت من بينها ثلاثة من الإسمنت كما سجل أيضا نفوق خمسة رؤوس من الغنم في قرية السدرة وشهدت قرية شلخة عيشة سقوط خمسة عشر عريشا جراء العواصف إضافة إلى سقوط بيت من الطين وتسعة أعرشة في قرية أميرا واحد وسجل أيضا سقوط ثلاثة بيوت من الإسمنت وسبعة عشر عريشا في قرية قلب النعاج ما أدى إلى إصابة شخص واحد بجروح لم توضح اللجنة الفنية مستواها ونختم النشر من ولاية غورغل ومن بلدية فومدغريتا التابعة لمقاطعة كهيدي عاصمة الولاية لننقل من هناك خبر سقوط فصلين من مدرسة تنتراما بسبب العواصف وذلك أياما قليلة قبل افتتاح السنة الدراسية مطلع الأسبوع المقبل يشكل الحزام الأخضر الذي أقيم تأمينا للعاصمة من زحف الرمال أهم مشروع من نوعه لمواجهة التصحر الذي تمثله ألسنة الرمال الزاحفة من جهة ثلاث باتجاه المدينة هذا في وقت تحتاج بعض مكونات المشروع للمزيد من الجهود لمنحها القدره على مواجهه تحديات اخرى ليس اقلها شانا الاحتطاب غير الشرعي وتدمير الغطاء النباتي. كثبان رمليه زاحفه على مد البصر تحيط بنواكشوط من ثلاث جهات على الاقل مهدده الحجر والبشر في العاصمه ونواحيها دق ناقوس الخطر لان العاصمه اصبحت مهدده بشرعه الدوله في اقامه حزام اخضر يطوق مدينه واكشوت ورصدت لهذا الغرض اموال طائله خلال الاعوام الاخيره فهل اتى هذا المشروع اكله وهل خفف من زحف الرمال على اطراف المدينه وحد من تاثيراتها السلبيه على مختلف نواحي الحياه فيها سالت صحور قال انها لا الله اصدر على المحميه هي تحميها من الرمال وان ما اشبه ذلك هو هو اللي يليق هو ما يقدر يدف, يدف, يدف به موريتانيا كامله وعندها لا الاصدار حد له يحمي بهم المحارث و... ايه راجل ان شاء الله لانها كي تعدل كيف تعدل الاصدار تحمي بهم المشروع اللي فات بعد قاعد عدلت فيها سر من الاموال <applause> <applause> هذا وتحمي به المواطنين اللي فيها عن الرياح احنا اللي نعدلوا حالا يرتدب أكثر من حال يرد اذا كانت الخارقه محميه مرقبه ما يعود ما يرد الله يعود بعد قليل عليه الزراعة اللي هي فاصلة محمية بعد فاصلة محمية تحميها من أول من الرمال تحميها من الحر ويا الله مولي تعود عندها حماية كي قرياج لها عن الحيوانات ويا تنعرف لها شيء اللي هي فيها ياس من المواطنين ومرجموا مولي على أن يجيها ياس من المواطنين وخر مازال ويا الله لا تجهز له تجهز له التجهيز اللي يا الله به اللي هي مطموع فيها بعد انها لا يتعودية زاد حادة بيأسر من الشي وقال هلم رمال خالق يقال رمال يعالج علاجه واضح وهنا هذا هو البيئة وعندهم الاشجار ويلا الاشجار تندار هنا تيام هو ويدفالوا بها يود عدد اللي موثوق الين يعود يرد عن وياك الرمال كامل يعود الرمال ما تلقى يجبر منه شيء ويعود مولي الحر كيف الايام الحاره يرد عن وياس من حرارتهم به الحر وتكتسي الاحزمه الخضراء اهميه بالغه حيث تساهم في تثبيت الرمال الزاحفه والمد البحري لذا يتاكد تظاهر جهود الجميع من قطاعات حكوميه ومجتمع مدني الرمال الاخضر ضروري للبيئه بشكل عام لانه يساهم في مكافحه التصحر يساهم مكافاة الرمال المتحركة اللي تعاني منها موريتان بلد صحراوي وتعاني من كثير من زحف الرمال اللي أدى الضغط على كثير من المدن وحتى تجير بعض ساكنتها يعني الحزام الأخضر والتسجير بشكل عام ضروري ومفيد للبيئة بشكل عام ومفيد لنا كأرض صحراوية نعاني من هذه المشاكل الكبار أكبر لها لكن الأحزمة الخضراء أكثريتها بعض الأشجار اللي نقال عنها أشجار مضرة كي بروزوبيس نقال المحادة بصفة عامة نطالب أن تعود الأشجار اللي تستخدم الأشجار مثمرة يعني على الأقل كمية المياه المدورة فيها تعود عندها نفع آخر لأن نشوف البلدان الأخرى دائما الأشجار المثمرة بالنسبة للحزام الأخضر شيء مهم مهم في موريتان خاصة على موريتانيا بلد حامي حار يحتاج الياسر من الأشجار وخاصة في هذا عاد عائق كبير دون نزول الأمطار هنا في موريتانيا وتصح في موريتان بالتالي غرس الاشجار وخاصه في المناطق اللي ما هي مكتظه حتى بال... 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 بالبنايات شيء مهم جدا الدوله يلت تعطي عنايه كبيره لهذا خاصه وزاره البيئه مثلا وزاره البيئه يلت تعطي عنايه كبيره لغرس الاشجار يلت تحسس المواطن ايضا على ذاك ويالطم اللي حتى مؤسسات مؤسسات الدوله يقدروا ي... يعودها تطوع من الناس في غرس الأشجار وما شابه هذا هذه المآخذ والاستشكالات حملناها إلى القيمين والمتابعين لعمليات صيانة مشروع الحزام الأخضر التابع لوزارة البيئة والتنمية المستدامة اتخذت الدولة عدة إجراءات مهمة منها أولا أنه تم تصنيفه كمحمية مصنفة وبالتالي هذا له اثر كبير من الناحيه البيئيه ومن الناحيه الغاباتيه وكذلك يعطي للمشروع أهمية انه اصبح اولويه من اولويات الحكومه الموريتانيه وبالتالي تم تصنيفه كمحميه مصنفه ينبغي علينا كمواطنين كموريتانيين كسكان مدينه نواكشوط ان نحافظ على هذه المحميه التي بالفعل اصبحت والحمد لله تؤتي اكلها وهو الحد بشكل كبير من ظاهره التصحر التي كانت ستقضي على مدينه واشوط غضون سنوات قليله هذه الاجراءات هو وضع حراس ما بين حارس الى حارسين في كل مقطع من هذه المقاطع واعطاء لكل حارس رقم او هاتف مفتوح للاتصال بالاداره في حال وجود اي بعض لدينا بعض المشاكل نذكر منها ظاهره المشينه المؤتبر تعتبر ظاهره القزرة وهي الاستيلاء على قطاع المشروع بصفة غير شرعية وكذلك ظاهرة الاحتطاب هذه الناس اللي تلقوا الاحتطاب قامت الوكالة بإجراءات احترازية وهي وضع حراس للإبلاغ عن هذا النوع من المشاكل هذا فعلا بالتعاون مع المندوبية الجوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية وعلى الرغم من ان الحكومه الموريتانيه نجحت في اخراج مشروع الحزام الاخضر الى واقع ملموس بل الى قناعه وطنيه وتجربه اقليميه في حمايه المدن من زحف الرمال ان لم يكن نواه لفكره مشروع الحزام الاخضر في افريقيا مع ان الارقام الرسميه تؤكد ان البلاد تعاني من تصحر بالوسط الريفي حيث ان الغابات في موريتانيا لم تتجاوز ما نسبته 3% من مساحه البلاد. مشاهدينا الكرام الان نرحب بحسام الخلف ليقدم لكم اخبار الرياضه، مساء الخير حسام. مرحبا بت مساء النور، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اخبار الرياضه بعد فاصل قصير. حياكم الله خسر المنتخب الوطني المحلي مساء اليوم في المباراه التي جمعته مع العقارب الغامبيه بمدينه تشاس السنغاليه وذلك ضمن منافسات بطوله الترضية المقامه على هامش كاس غرب اسيا افريقيا لكره القدم على الاصح وكان الوقت الاصلي للمباراه قد انتهى بتعادل سلبي دون اهداف قبل ان يتمكن المنتخب الغامبي من الفوز بركلات الجزاء الترجيحيه. في شان المنفصل اصبح افسن واديبو اول نادي وطني يصل الى الدور 16 من بطوله من البطوله العربيه في تاريخ الكره الوطنيه بعدما كان اول فريق يعبر للدور الثاني من دوري ابطال افريقيا وتأهل افسن واديبو امس الى الدور 16 من كاس محمد السادس للانديه العربيه بعد فوزه على حساب ضيفه الجيش السوري بنتيجه هدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب شيخه والبيديه بنواكشوط. وفي سياق اخر سيتعرف نادي او في السياق ذاته سيتعرف افس واديبو على منافسيه في الدوري ضمن النهائي من كاس محمد السادس للأندية الابطال غدا السبت بعد ان يتم سحب قرعه الكاس خلال حفل يقام لهذا الغرض بالمملكه العربيه السعوديه وأصعد افسن واديب الى الدور ثم النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والاياب رفقه انديه الاتحاد الاسكندري والاسماعيلي المصريين والشباب واتحاد جده السعوديين والشرطه والقوه الجويه العراقيين واولمبيك اسفي والرجاء والوداد من المغرب ومولودية الجزائر والوصل والجزيره من الامارات والمحرق من البحرين وشباب الاردن والترجي التونسي هذا وتصل جوائز هذه الكاس الى سته ملايين دولار بالنسبه للبطل ومليونين ونصف مليون دولار بالنسبه للوصيف. قررت لجنه المسابقات بالاتحاد الوطني لكره القدم تاجيل ثلاث مباريات من الجوله الخامسه للدوري الممتاز وذلك لالتزام لتزامنها مع ايام الفيفا وتم تاجيل مباريات شباب المينا جاها امام الوئام وتفرق زينه مع القصر اضافه الى دربي الشمال الذي سيجمع نواديبو حامل اللقب مع جاره سنيم كانصادو. أخيراً في هذا الموجز ومن كرة القدم النسائية وقعت اللاعبة الموريتانية فاتو جوب عقداً مع نادي أسازاك من مدينة أكادير المغربية وهو أحد أندية دوري الدرجة الأولى النسوي المغربي ويأتي توقيع اللاعبة بعد اختبارات أجراها النادي معها وتجاوزتها بنجاح وتنشط فاتو في صفوف المنتخب الوطني للسيدات وهي أول لاعبة تسجل للمنتخب الوطني النسوي خلال مشاركته في بطولة كوتيف الدولية الودية التي تقام سنويا بإسبانيا. وبهذا الخبر المبشر على كرة القدم النسائيه اعود الى بتة لاستكمال ما تبقى من الجوله. آه شكرا حسام. آه نحيي هذه اللاعبه. آه نحن بدورنا نختم هذه النشره بالتذكير بالعناوين. وزير الصحة يعقد اجتماعا بممثل العيادات الخاصة لتشخيص وضعية القطاع الخاص والبحث عن آلية لتطوير أداء قطاع الصحة العمومية انطلاق حملة واسعة لتنظيف شواطئ نواذيبو وأماكن تبريغ ومعالجة الأسماك في ذروة موسم الصيف الشارع اغلاق قوافل تحمل الأساتذة والمعلمين المتخرجين هذه السنة إلى أماكن عملهم بالولايات الداخلية مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم إلى اللقاء